عندي مزرعة ومديونة ب250,000 ريال، وقامت المزرعة بمردود 250,000 ريال، هل في ذلك زكاة؟ ما ندري المزرعة وش ماذا إنتاجها، إن كان إنتاجها حبوب، إن كان إنتاجها حبوب فتجب الزكاة في الحبوب إذا بلغت نصابا، حبوب حنطة أو دخن أو ذرة أو شعير تجب الزكاة في الحبوب عند الحصاد، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني زكاة الحبوب عندما يحصد الإنسان زرعه ويتمكن من الحصول عليه يخرج العشر إن كان يسقى بدون مؤونة أو نصف العشر إن كان يسقى بنفقة ومؤونة، كذلك إن كان الإنتاج تمر أو عنب، تمور أو عنب، فيزكي التمور أو يزكي العنب وقت أخذها وحصادها وجذاذها، وقت أخذها وحصادها وجذاذها من الشجر. أما إن كانت هذه المزرعة تنتج خضروات، تنتج خضروات حبحب ولا خضروات أخرى ويبيع منها فيزكي الدراهم التي باع، إذا حال الحول على الدراهم وهي عنده يزكيها، يزكي الدراهم التي تحصل عليها من بيع الخضروات الناتجة من مزرعته، إذا تم عليها سنة وهي عنده يزكيها، وإن أنفقها قبل السنة فليس فيها شيء. نعم.